السلام عليكم ورحمة الله. أحب أوضح حلم العلاقة الجنسية أو الجماع، الحلم اللي بيجي بشكل مستمر للرجل في المنام. 3 من الرجال لو رأى في منامه علاقة جنسية بينه وبين امرأة، فده ملوش تفسير نهائي، إن ده بيبقى شيطان أو حلم من الشيطان. هو اللي بيهيئ لك وبيوري لك المشاهد الجنسية في المنام بينك وبين امرأة أو بعض النساء بشكل مش لائق، بشكل مثير في المنام. 3 رجال هما الشخص المغترب والشخص العازب والشخص المنفصل. لو رأوا في منامهم حلم العلاقة الجنسية، فده شيطان وملوش أي تفسير. شيطان بيهيأ لك الشيء اللي انت مفتقده، الشيء اللي بيبقى فيه رذيلة او يغضب الله. رجل رأى في منامه حلم العلاقة الجنسية، ما يخبرش بيه اي حد ولا يقوله لاي مفسر، ان هو ملوش تفسير في الواقع غير ان هو شيطان. بس يقدر يحصن نفسه، يقرأ آية الكرسي قبل النوم، اذكارك، اذكار الصباح والمساء، وياريت تنام على هدوء عشان تجتنب الاحلام الشيطانية اللي بتبقى ملازماك بشكل مستمر. وطبعا انا بتكلم بصفة عامة على حلم العلاقة الجنسية، ان هو في بعض الاحيان بيبقى شاغل ناس كتير، وناس كتير بتبقى مندهشة منه وعايزة تفهم ده بيجي ليه وايه سببه في المنام، ان هو بيجي بشكل مستمر. بس ده توضيحه. دايما الشيطان بيهيأ للبني ادم او للرجل المحرمات، وربنا يكفينا ويكفيكم شر المحرمات وشيء اللي يغضب الله. ونستعيذ دايما من الشيطان الرجيم، ونجتنب دايما مداخل الشيطان، وربنا يكفيكم دايما شر الفتن بإذن الله. ولا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأتمنى التفاعل مع الفيديو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.